عشان نعرف الحدث في حجمه وتفاصيله معانا العميد محمد مرجان. اهلا بيك محمد بيه. يا كابتن عادل مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ معايا الصحفي الكبير والاعلام الكبير استاذ حمدي رزق. اهلا وسهلا يا فندم. وانا وهو عايزين نعرف هو الحدث بتاع امبارح ده كان ايه وتفاصيله ايه، واحكي لنا كده. فرح الاهلاويه يعني، فرح الاهلاويه بمنجز جديد ان شاء الله. هو يمكن كابتن عادل دايما بيقول لي انت اكتر واحد بتبقى مبسوط، وفي الفتره دي طبعا الواحد ليه برضه بيفخر وليه شرف اللي هو موجود في الفتره دي كمدير تنفيذي للنادي الاهلي وكل المنظومه، اللي هو اي حد كان حضر امبارح طبعا ده تاريخ بيسجل. والكابتن خطيب يمكن في كلمته امبارح يعني فعلا في كلمه، هي امبارح كنا في حدث اجيال بتسلم بعض، وهو قال كلمه جميله جدا بدايه من الفكر بتاع مدينه نصر اللي فكر فيه سياده الفيل المرتجي رحمه الله عليه، واللي نفذ واشترى الارض كابتن صالح كابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه، واللي افتتح النادي كان مجلس كابتن صالح سليم رحمه الله عليه. وفي نفس القصه برضه كابتن صالح هو اللي فكر في الشيخ زايد، ومجلس كابتن حسن حمدي هو اللي اشترى الارض وبدا المرحله الاولى او اول مبنى اجتماعي، وجي مجلس المهندس محمود طاهر هو اللي افتتح المرحله الاولى. نفس القصه مجلس المهندس محمود طاهر هو اللي فكر في التجمع الخامس، ويمكن هم كانوا اخذوا ارض لكن كان فيها برضه مشكله، اما مجلس كابتن محمود الخطيب جه توجه للسيد رئيس الوزراء كان ساعتها وزير السكان، وغيرنا الارض بشكل يعني غيرنا الاحداثيات بتاعت الارض. امبارح بالفعل تم بقى وضع حجر الاساس وتسليم الارض بالكامل ال 50 فدان للهيئه الهندسيه. طبعا يعني زي ما احنا عارفين يعني احنا سلمنا الهيئه الهندسيه عشان خاطر سرعه الانجاز زي ما حضرتك قلت وزي ما استاذ حمدي قال. وامبارح يعني يمكن السيد رئيس الهيئه الهندسيه يعني اصدر تعليماته ان المرحله تخلص في غصون 6 شهور، وده ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله كبنيه اساسيه تحتيه، بحيث ان شاء الله نبدا في المرحله الثانيه اللي هي يعني نفتتح قبل نهايه الدوره باذن الله الانتخابيه. يبقى كده احنا ماشيين في البرنامج الانتخابي بشكل الحمد لله يعني بنسبق الزمن فيه. فامبارح الحدث كان يعني بدايه المشروع وتسليم الارض المشروع بالكامل للهيئه الهندسيه، والحمد لله كانت حاجه فخر جدا في وجود لاعبينا ممثلين في النشاط الرياضي كباتن الفريق في وجود اللجان. ايه 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 دلاله هذا الامر في رايك؟ كباتن الفرق الرياضيه تحضر في ارهاصه او ولاده هذا الفرع الجديد او هذا المشروع. دايما الكابتن خطيب بيركز دايما ان اي حدث زي ده لازم الفرقه الرياضيه تكون موجوده، لازم تكون في اللجان اللي هي بتبقى ممثله في لجنه رواد او لجنه الشباب او كويس. او لجنه المراه او اللجان الثقافيه تكون موجوده، عناصر ممثله. طبعا احنا نتمنى ان كل اعضاء الجمعيه يبقوا موجودين، ولكن دي عناصر ممثله بتبقى موجوده، دي عائله النادي الاهلي بتمثل عائله النادي الاهلي، رياضه اجتماعي ثقافي. حلو حلو التعبير ده مرجان بيه، فكره عائله النادي الاهلي، لان هي اسره عريقه واسره عريضه كمان في التمثيل. بس انا اسال سؤال بعد اذن كابتن عادلي، يعني ايه اللي ايه الجديد في هذا المشروع عن الفروع الاخرى؟ يعني ايه الاضافه الجديده؟ ناوي على ايه؟ ناوي تفاجئنا بايه؟ لا بص، هو النادي الاهلي في كل فروعه النادي الاهلي، يعني احنا زي ما نقول يعني حتى رئيس النادي دلوقتي ابتدى بيقول بلاش كلمه فرع، احنا بنقول الاهلي في التجمع الخامس، الاهلي في الشيخ زايد، كويس الاهلي بقى في التجمع الاخر، الاهلي دي حاجه واحده زي بعض، كل الفروع زي بعضها زي بعضها، في الاهلي الجزيره هتلاقيه في التجمع الخامس، هتلاقيه في الشيخ زايد، ولكن طبعا مع اختلاف يعني يمكن الاهلي الجزيره عشان الاقدم، ففي يعني احنا دايما بنحب التراث بتاعنا وبنحب التاريخ بتاعنا، لكن هتلاقي في التجمع الخامس في احدث شويه، لكن المبنى الاجتماعي في الجزيره مثلا بالنسبه لنا احنا حاجه قيمه جدا. المبنى الاجتماعي في الشيخ زايد في مدينه في التجمع الخامس هتلاقيه بقى شكل متطور شويه، شكل مودرن شويه، احنا ابتدينا يمكن نغير ده، بان في البوابات اللي احنا عملناها في مدينه نصر، يمكن بان في منطقه الفود كورت اللي عملناها في مدينه نصر. هنثبت البوابات دي يا محمد بيه في كل الفروع؟ يعني شخصية البوابة دي هتبقى هي البوابة الرئيسية في كل الفروع. تمام إن شاء الله، هي دي شخصية النادي الأهلي بإذن الله. فيمكن إحنا بنحافظ على شخصية النادي الأهلي، والكابتن مصمم اللي هو يحافظ على شخصية النادي الأهلي، وما يبقاش في حاجة اسمها فرع، ده اسمه النادي الأهلي متواجد في كذا. مظبوط. كنا في النادي الأهلي بقى متواجد في الأقصر، وهو مصمم اللي النادي الأهلي في الأقصر هو نفس النادي الأهلي في الجزيرة، هو نفس النادي الأهلي في شيخ زايد، هي إدارة للنادي الاهلي سواء فنيه سواء اجتماعيه سواء كل النادي الاهلي، هي كلمه النادي الاهلي لازم تخش بتخش في عائله النادي الاهلي. ف
فعائلة النادي الأهلي ليها طابع خاص، ليها مبادئ متمسكة بيها، ليها أخلاقيات ولوائح متمسكة بيها بنحافظ عليها. اللي بينضم لأسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي لازم يكون يعني متواكب مع هذه اللوائح، لازم يكون يعني عنده الأصول والمبادئ اللي بيحافظ عليها. وهو ده احنا شفناه امبارح، وهي كلمته امبارح كانت واضحة وموجهة للجميع، ازاي اللي هيجي بعد كده ويكمل لازم ازاي يحافظ على نفس المبادئ اللي احنا اتربينا عليها من 1907 لغايه النهارده. هو ده النادي الاهلي وهو ده عظمه النادي الاهلي. يا سياده العميد، عندي رساله والامانه في الاسكندريه، في اسيوط، في المنصوره، بيقولوا لك وبيقولوا النادي الاهلي احنا جاهزين ومستنيين الفرع بتاع النادي الاهلي او مقر او النادي الاهلي في هذه المدن الثلاث يعني باذن الله. فوالله بقى انا عارف ان في حراك في هذا الاتجاه، بس انا بنقل الرساله من باب الامانه. شوف احنا كنا يمكن قلنا واحنا في الاقصر مع حضرتك كان حلم رئيس النادي اللي يبقى فيه النادي الاهلي موجود في 27 محافظه، بيأدي دوره الرياضي وبيأدي دوره الاجتماعي وبيأدي دوره الوطني ازاي في التنميه المجتمعيه العمرانيه، ازاي انت النهارده بتتحرك. انا يمكن كنت ماشي مع احد الاصدقاء امبارح واحنا رايحين فرع النادي في القاهره الجديده، بقول له احنا يعني في يوم من الايام لو لينا العمر هنقول احنا كنا ماشيين في الفرع ده وهو صحراء. كان زمان مدينه نصر يا كابتن عدلي، كنت بتقول له مدينه نصر دي معموله في الصحراء بالظبط بالظبط. يعني هي ده النادي الاهلي في دوره بيشارك في التنميه المجتمعيه والتنميه العمرانيه للدوله المصريه، وهو ده اللي احنا بنتحرك فيه ان شاء الله باذن الله. طيب هستاذنك قبل على مستوى ده جاهزين فيه باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. قبل ما اشكرك وتغادرنا هستاذنك بس كده المهندس سامح علي كامل بس يكلمنا في المحتوى عشان يجاوب على السؤال بتاع حمدي بيه، فاحنا منتظرينه بس يعمل مداخله جميله زي بتاعتك كده. يا رب يخليك. حاضر يا كابتن. شاكرين.